سيبك من الكلام ده دلوقتي وقول لي كنت عاوزني في ايه؟ ابوك ناوي على ايه؟ ابويا في ايه؟ راس عمي ما عرفش. كيف ما تعرفش؟ مش انت دراعه اليمين وحافظ الاسرار؟ سالته وقال لي مالكش دعوه بحاجه. كده يبقى ابوك مش عايز حد فينا يعرف اي حاجه ولا يكون ليه يد في اي حاجه. من الاخر كده زينا زي اللي بيشتغلوا تحت يده في الارض. الفرق الوحيد اننا اولاده، فالناس تحترمنا زياده شويه. سلام. واحنا صغيرين بس طول الوقت كنت حاسه بعيد قوي وكبير قوي وان انا صغيره. كنت حاسه انه عينه مش شايفه ولا عمرها هتشوف. جوزت اكبر مني عشان غني، مش حبا فيه ولا طمعا في فلوس ولا، بس كنت عارفة متأكدة انه هيموت وانا هاخد كل حاجة وابقى ست عندها طين ومال وبكده ابقى قربت منه. ما هو المتعلم الغني اللي عشان اوصله لازم اطلع له وسلم، لكن انا وإن كان علي عمري ما تمنيت أقرب من غيره ولا ترمي في حضن غير حضن. ودلوقتي أنا معه مش عايزة يبعد عني، مش عايزة يسيبني. أمانة عليك تحببه فيه وتخليه على طول جنبي. مروان أنا مش هبعد عنك، قلبي مش مطمن. أصلا أنا كل ما أقرب من حاجة بحبها تبعد هي عني. أنت إيه اللي جابك هنا؟ عارفة وأنا صغير دخلت جوا المكان جوا يا مري، شفت ايه؟ كنت عايش مع جدي، عايش معاه في نفس الأوضة، كنت بنام جاره، وكان لما يتعب أسقيه الدواء بيدي. أنت عارفة هو اللي سماني مروان. في يوم سألته قلت له ايه يعني مروان؟ قال لي مروان يعني الحجر الصلب، عشان كده ما كانش عايزني اخاف من حاجه واصل. كان بيحبني، كان يقول لي يا واد يا واد انت روحي في يوم في يوم عي قوي عي. رحت عايز اديله الدواء قال لي لا، وجهني للقبلة مات مات وهملني بروحي.
كان جدي بحب الشلاب. بعد ما مات كنت اروح له القبر وافحل فحره وانزل له اثنين عشان ياكلهم عجل عيال. في يوم كنت متعصب والهواء مش قادر يدخل صدري، قلت اجي المقام واكلم سيدنا وكنت عاوز اتاكد انه بيسمعني. جبت عتله وكسرت الخشب ودخلت جوا. يا قلبك شفت ايه؟ مفيش حاجه جوا، فاضي، حتى مفيش حد مدفون. وبعد كل ده بهاجي، يمكن اتعودت المكان والحيطان اللي سمعتني وعارفة كل حاجة وشافت دموعي ساعات بحسها، عارفة نبض القلب وهو خايف. فوزية احنا بنسرقه؟ بقول لك ايه، انا هرجع البيت تاني. بترجعي ده ايه؟ الراجل زمانه جاي، لو جه ما لقاكيش هيعرف انك مش موافقه. بس كده برضه ما يصحش، انا اخويا عبد الله الله يرحمه لسه ميت. لا انا هعوض البيت، انا ما مرتاحش. اباي ايه الحياه بقبل ميت؟ اخوك عاش واتجوز وخلف، لا مش بس كده، ده حارب الكل عشان خاطر السنيوره اللي ما فيش حد طايقها. عيشي، وبعدين ده عريس كمل وزين وحلو كده وعنده 10 في ايدن. طيب ما تقولي لي يبقى مين العريس ده؟ لا مش هقول لك، لازم تشوفيه بنفسك. دلال، هو صحي اللي قال لك انه عاوز يقابلني ولا انت اللي قلتي له؟ يوه انا برضو هعمل لك دي يا ست فوزيه؟ هو اللي قال لي انه عايز يشوفك، وانا قلت له لازم تكلمك وتقابلك وتقعد معاك. شرع ربنا. ايوه صح، شرع ربنا. يلا تعالي بس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. قسما بالله العظيم يا ست كريمه، كنت جاي لك علشان اعزيكي. وانا مش هعتب عليك يا عمده، بس معلش انت لو تعرفي ظروفي هتعذريني. وانا عذراك، اجي لك في وقت تاني. لا ازاي الكلام ده ينفع؟ طالما جيت لغايه هنا يبقى في حاجه مهمه وكبيره كمان. إن جيت للحق هي مهمة وكبيرة، واللي أنا هقوله لك ده يا عمدة لو سمحت مش عايزة أي حد يهرب فيه. خير، أمريني. الأمر لله. أنا عارفة إن أنت كبير البلد وعمدتها، يعني تعرف كل كبيرة وصغيرة فيها. إيه أمال. وعارفة كمان إن أنت كنت قريب قوي من الحاج أبو عبد الله الله يرحمه. الله يرحمه، ده الراجل طيب وكل أهل البلد تحبه وتحترمه وكلمته تمشي على البلد كلها. كويس قوي، يعني هتجاوبني على اللي أنا عايز أعرفه. أمري، تحت أمرك. الأمر لله. عايز أعرف حقي أنا وبناتي في أرض عبد الله منين لفين؟ أنا عارفة إن الكلام ده مش وقته يا عمدة، بس أنا مضطرة أسيب البلد بكرة وأنزل أقضي شوية مشاوير، ومحتاجة لكل قرش ليا هنا في البلد. أيوه، وما سألتيش ليها بحكيمة ست كريمة؟ تصدق إن أنا سألته وما جاوبنيش؟ لو كان جاوبني ورد عليا يا حضرة العمدة ما كنتش جيت لك لغاية هنا. أصله إذا كان على الحق يعني ست كريمة، انت ليك حق وكبير قوي كمان.
أنا عارفة يا حضرة العمدة إن أنا ليا حق، وحقي هاخده يعني هاخده، بس أنا عايز أعرف حقي ده قد إيه ويساوي كام، ومحدش غيرك هيقول لي. إيه؟ سكت ليه يا حضرة العمدة؟ ده أنت لسه كنت بتقول أعوذ بالله من كتم الحق. بقول لك ايه، ما تتصافي انت يا عبد الحكيم احسن. وانا بقول لك همسك في خناقه. لا يعني اصله عبد الحكيم ده كبير البلد وكلمته ماشيه على الجميع هنا ومعمول له الف حساب. وانا يا حضره العمده لما اطلب حقي من عبد الحكيم ده يقلل من كرامته ولا من شأنه في وسط البلد؟ بقول لك ايه، يكونش عبد الحكيم كلمك ولا جالك هنا وقالك لو كريمه جاتلك ما تقولهاش حاجه؟ لا قال لي ولا قلت له خالص. بقول لك ايه يا ست كريمه، انت ماشيه ميتة بكره اخر النهار. خلاص انا هرتبها في دماغي واجي اقول لك على كل حاجه. وانا هستناك يا عمده. ست كريمه. نعم. بقى لله المره الثانيه. ونعم بالله كلنا لها يا عثمان، قصدي حضره العمده. بالاذن. اتفضلي اتفضلي. هي الطوريت المهببه دي يا مراره الطافح يا عثمان. هو عوض ليك ده اتاخر. لا ما تاخرش، زمانه جاي. يا اهلا وسهلا، ايه النور ده؟ تعالى تعالى يا سيد. يا اهلا يا نورت الدنيا. الله ينور عليك. اهلا عيشي. تعالى اتفضل. ازيك يا ست فوزية؟ البقية في حياتك يا ست فوزية. الله يرحم الحاج عبد الله، كانت كل الناس تحبه والله. الله يرحمه ويحسن اليه. اللهم امين، ربنا يجعلها اخر الاحزان. تعيش. اتفضل هعمل لك قهوة. اتفضل اتفضل. أنا مش عارف أقول إيه ولا أبتدي كيف. أنا عارف إن الوقت مش مناسب والظرف صعب، بس يعني كان لازم أتحدث. تتحدث معايا أنا؟ أيوه. أمال هي دلال ما قالتلكيش ولا إيه؟ لا ما قالتليش، تقولي على إيه؟ شوف الولية، طب أقول إيه أنا دلوقتي؟ أنا لازم أستأذن. لا لا لا، أنا كنت جاي للست دلال يعني إن أنا عاوز إنها تقول لك يعني بصي أنا كنت جاي للست دلال إن أنا عايز أتجوزك. وانت شايف ان ده وقت مناسب؟ لا طبعا الوقت مش مناسب ولا حاجة، بس لازم اتأكد الاول انك معايا، وبعد كده هفوت يوم الاربعين وعلى عبد الحكيم طوالي وهطلبك منه. لا اربعين ايه؟ مش قبل ست اشهر. يعني موافقة؟ ايوه موافقة. لا يا دلال دلال. مالك مالك يا ست فوزية؟ انا همشي. تمشي تروحي فين؟ لسه الحديث ما خلصش. عاد لا مانيش قاعد. السلام عليكم. قالت لي انها موافقه. واضح يا عبد السلام ان الموضوع اللي انت عايزني فيه ده موضوع مهم قوي. لا مهم ولا حاجه، بس انا عايز اخلص منه واشيله من راسي. طب لما هو مش مهم شاغل بالك بيه ليه؟ انا مش شاغل بالي يا عبد الحكيم. طيب تفضل يا سيدي قول سمعني. طبعا احنا اخوات واصحاب من زمان، ومهما حصل بيناتنا بنتصالح، اخوات على قديمه. كتير الكلام ده يا عبد السلام، خش في الموضوع وخلصني. والله بخابر ابتدي منين واقول ايه؟ اقول لك انا وريحك. يا ريت يا عبد الحكيم. كريمه كلمتك؟ ها كلمتك عشان تكلمني بخصوص موضوع الميراث. بصراحة ربنا كلمتني يعني، بس انا قلت لها مش وقته كريم. ليه مش وقته ليه؟ حكم المواضيع المسخة دي لازم تنتهي أول بأول، عشان ده أحسن ليها ولينا. طب الحمد لله إن ده رأيك يعني. عبد الله الله يرحمه أخويا.
خد كل اللي ليه. تعرف تعرف ابويا الله يرحمه عمره ما كل حق حد. مش معقوله يعني هياكل حق ابنه. كريمه بس هي اللي مش واخده بالها ومش عارفه ان الموضوع ده انقطع فرطه من زمان. طب استاذنك. استنى لسه ما خلصتش كلام. كلام خلص خلاص يا حكيم، ما انت قلتها من زمان. ايه لازمته بقى الراجي والربط ده كله طالما انت عارف انت هتعمل ايه؟ انا ما باكلش حق حد يا عبد السلام. ايوه عارف ده كويس، بس ساعات الواحد بيبقى شايف الحق بعينيه هو بس. عينيه اللي عايزه تشوف اللي هو عايز يشوفه، وعقله عايز يعرف اللي هو يفهمه وبس. تقصد ايه يا عبد السلام؟ زمان قالوا التجاوي لما تبقى مريضه ومش مخدومه تطرح زرعة بيتة عيانة دبلانة هش ما تجيبش. كلامك رحت عفشة. عفشة ولا حلو؟ أنا قلت اللي عندي وأنت تفهم اللي تفهم. سلام يا عبد الحكيم. يا صباح الجمال. تعال عايزك. حاضر. اقعد. حاضر. كنت فين؟ واخوك فين؟ اتصدق انتوا ما عندكمش دم ولا واحد فيكم حاسس باللي احنا فيه. هو ايه اللي حصل يمه؟ فيه ايه؟ اخو العقربه اللي اسمها كريمه قاعده هنا من الصبح. وماله يمه؟ ماله؟ هم اصحاب وطول عمرهم يودوا بعض. يا دي المرار الطافح اللي انا فيه. لا يا حبيبي خلي بالك من اللي هقوله لك وحطوا حلقة في ودنك. مجيء عبد السلام النبادي غير كل مرة، وانت واخوك خلوا بالكم من كريمة وبناتها. حكم انا شايفاكم مبسوطين ولادد عليكم الحال. مش فاهم يما، مش دول بنات عمنا؟ لا اسمهم بنات كريمة، يعني كل واحدة فيهم حية زي اللي جابتها، وامهم انا عارفة هي بتحرب على ايه. يما عايزة النهية؟ قولي والبطني. اسمعيني أنا بقول لو ليهم حق ياخدوه ويريحونا ويريحوك كمان، صدقيني كده أحسن. ومين قال لك إن ليهم حق؟ أنا بقول لو ملوش ولا تكون شايف حاجة غير اللي أنا وأبوك شايفينها، ولا تكون الحية اللي اسمها كريمة هي وبناتها حطوا سم في دماغك. يا غالية اسمعيني زين، لو بنات عمي خدوا حق مش حقهم هيحصل ايه؟ هنكون بنساعدهم يسدوا ديونهم بدل العوزه. دول بنات عمنا من لحمنا ودمنا يما، كده احسن. بعدين هما هياخدوا ايه؟ احنا الحمد لله عندنا كتير، يعني اللي هياخدوه مش هيميل الكفه. عشان خاطري شهد، الوضع وحش قوي، علشان كده لازم حد فينا يرجع يقعد في مصر. انت عارفه لو انا واثقه في ريتال دي كنت قلت لك تعالي معايا. لا طبعا، وانا ما اقدرش اسيب ماما لوحدها. انا من رايي بقى اقول لها كفايه قوي لحد كده، لا خميس ولا سبت. انا مش طايقه العيشه هنا، ومش متخيله ان انا في يوم من الايام ممكن اجي اقعد هنا. خلي بالك بقى، حكايه ان احنا ناخد فلوسنا واللي لينا عندهم مش هتحصل بالسهل. اه فانت بقى رايك ان احنا خلاص نسيب اللي لينا هنا ونمشي وتبقى خلصت على كده؟ لا طبعا، انا ما بقولش كده. احنا بس لازم نستعد، نستعد جامد قوي، لان احنا داخلين على حرب، وحرب كبيره قوي يا زينب. كريمه سالتك على ايه تاني؟ شوف يا عبد الحكيم، انا مش جاي علشان اقول لك ايه اللي حصل ما بيننا. هي قالت ايه وانا قلت لها ايه، ويعني عشان السؤال اللي هي سالته مضايقك حقها راجل. انا جاي لك بس عشان خاطر ابوك الله يرحمه، كان سيدي وسيد الناس. مش عايز اهل البلد يلسنوا عليك ويقولوا يعني تعاركوا عشان فلوس وحاجات كده. شوف يا عمده، انا عارف انك عايز المصلحه، بس الحكايه اللي حصلت دي في بيت عبد الحكيم خاصه بيه انا، بس اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي يتعمل. ما عشان كده انا جيت لك. ريحها، كريمه مش هتسكت. يعني
يعني عبد الحكيم في بيني وبينك مصالح وشغل ومش عايزين نخسروا بعض ونفضلوا نعنوا ونرنوا ونخسروا بعض يعني. واخوك عبد الله الله يرحمه كان منينا، فراقه يعز علينا كلنا الله يرحمه. البقاء لله. يا بنتي ما تيجي نروح لخالي احسن. انت ايه اللي مضايقك بس؟ ما دينا بنتمشى اهو، ادينا بنشوف البلد. ما تعرفيش يمكن نيجي نعيش هنا ولا حاجه. نعيش هنا؟ انت مجنونه؟ خلاص هنسيب حالنا ومالنا في مصر. بعدين خلي بالك احنا في كارثه اول ما نرجع مصر. عزت بيقول لي الدنيا مقفله خالص، البنك مفيش اي كلام او تفاوض معاه. لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي. انت عارفه ان عزت ده ترعى راجل قوي؟ طبعا انا عارفه، انا عمري اختار غلط، مش زي العبيطه التانيه اللي بتجري ورا المظاهر. يا اختي مبقاش حد عارف مين العبيط ومين الناصح دلوقتي، اسكتي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زينب، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. امال فين اختك الثالثه؟ اسمها على ما اظن. تقصدي ريتال؟ ايوه ريتال. كويس. قلبي عندكم، تفضلوا. لا لا متشكرين، ربنا يخليكي. متشكرين ده ايه؟ والله العظيم لازم تدخلي. لا خليها مره تانية، اصل احنا بنتمشى يعني بنشوف البلد، ده عمرنا ما جينا قبل كده. طب تعالوا نشرب الشاي وانا هوريكم البلد من شرقها لغربها. تعالوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اقول ايه، البيت نور والله. ربنا يخليكي، منور باهله. شكرا. اهلا اهلا، والله العظيم البيت نور. اقول ايه، زرنا النبي، تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله، ما تقعدوا مكسوفين ولا ايه؟ تشربوا ايه؟ عندي كل حاجه تخطر في بالكم. لا لا خالص، ملوش لزوم، ما تتعبيش نفسك. نسكافيه صح؟ يا ريت. ولا اقول لك انا هعمل لك قهوه، انا عندي بن، انما ايه ما تقوليش لعدوك عليه، وانا احسن واحده تعمل قهوه في مصر كلها. لا خلاص بقى، يعني لو على قهوه يبقى اشرب معاكوا فنجان قهوه. بصراحه الواحد ما شربش ولا فنجان عليه القيمه من ساعه ما جه. ايوه كده، قولي على نفسك فيه. تعرفوا انا مبسوطه قوي عشان شفتكم. احنا لازم نبقى صحاب ولازم نتكلم. طبعا اكيد. احنا ما نعرفوش بعض، بس يعني بحسابات صغيره كده ممكن نطلعوا قرايب. قرايب؟ ايوه. امال ايه، اصل البلد هنا كلها مشبكه ببعضها، واحنا هنا خمس بطون وكل بطن منفذ على الثاني، يعني تلاقيهم قرايب عدايل، ده متجوز من دي كده يعني. طب واحنا بقى قرايب من اني ناحيه؟ من ناحيه امك، ستها الكبيره اللي هي ام امها، تبقى جده امي. طب والله برافو عليكي، دي عارفه تسلسل العيله من ناحيه الام. ايوه امال ايه، والاب كمان، هو الواحد ينسى اصله ولا ايه؟ ما شاء الله بيتك جميل. وانت جميله. اهلا اهلا. تفضل. شكرا. قولي لي رايك. لا تسلم ايدك. حلوه قوي يا بنت اللذينه. اصل عندنا هنا بنقول ان الست تتعرف من قهوتها. وهو انت بقى متجوزه؟ كنت متطلقه. مش قصدي ايه. لا ارمله. هو انت عايشه لوحدك ولا ايه؟ ليه انت ما خلفتيش؟ شفت. سيبيها تقول براحتها، انا ما بزعلش من الحاجات دي. لا ما خلفتش. أنا آسفة، معلش، حقك عليا. أصل شاهد كده طول عمرها بتفضل ترمي كلام زي الدبش، ما بتبقاش عارفة هي بتقول إيه. وأنتوا؟ لا إحنا ما اتجوزناش قبل كده ولا متجوزين. أحسن. ليه؟ هو الجواز وحش قوي كده؟ ومن قالك ده؟ الفراق هو اللي عفش. لما تعيشي مع حد وتقربي منه ويبقى أنت وهو نفس واحد ويروح منك،
بتحسي ان الدنيا دي عبارة عن أوضة ضلمة مهما دخلها نور شمس ما تنورش. هو انت كنت بتحبيه؟ لا، الحكاية دي عايزة قاعدة وسهراية، احنا نقوم نفرجك على البلد. يلا يلا. دقيقة واحدة بس. الست دي مش مريحة خالص. ليه بس كده؟ معرفش، قلبي كده مرتاح لهاش وعماله تبص لنا تبص لنا زي ما يكون عمرها ما شافت بني ادمين قبل كده ولا ايه؟ لا عادي، هما كده هنا علشان بس احنا من القاهره بيبقوا دايما متخيلين ان احنا من كوكب تاني مثلا. لا لا مش مريحه برضو. بتعمل ايه؟ بعمل زيك، بجلدك. هما مش بيقولوا كده بردك عندكم يا مرات عمي ولا ايه؟ يعني مش فاهمة. يعني انتي كنتي بتتصنطي على الأبواب وأنا بفتش في الإدراك. خالصين واحدة بواحدة. الظاهر ان الموضوع ده كده يعني وراثة في العيلة. تلاقينا كلنا كده بندور ورا بعض. انت بنت جليلة أدب. وعرفت منين؟ انت تعرفي ان انا دونا عن اخواتي البنات كلها اللي معروف عني ان انا ما تربيتش. اصل انا ابويا الله يرحمه وهو بيربي اخواتي البنات كنت انا نايمة فملحقش يربيني. حياة امك؟ وحياة امي وامك. لو انت ما كنتش لقيت اللي يربيكي انا هربيك يا ريتال. طب وريني وريني يا جبريه هتعملي ايه؟ ده عشان تعرفي مقامك ومقام امك. وده عشان تعرفي كيف تتكلمي مع اسيادك. انت بتمد ايدك عليا؟ ايه ده بتزعقوا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ريتال؟ ضربت لي القلم يا ماما. شرطت الضرب بطنك يا بعيده. قليله ادب تتكلم معايا. عفش عفش؟ هو في اعفش منك يا ولية؟ ده احنا من ساعة ما جينا هنا وانت بتتكلمي عفش وبتتعاملي عفش. انت عايزة ايه؟ اياك بتجرسي ايه؟ بحسسني انك رايح تتجوز يا اسحاق، مش تجيب مراتك القديمه. اصلا انا ما عاوزهاش تحس اني اتغيرت او في حاجه نقصت عن الاول. انت قلقان من ما قابلتها؟ لا مش قلقان بس. لا قلقان قلقان وخايف منها. اخاف من ايه بس يا عبد الحكيم؟ انت ما فهمش حاجه. لا انا فاهم كل حاجه. طالما انها جت يبقى جاي عشان في حاجه في دماغها. عاوز الحقيقه؟ ايوه. انا بمني نفسي انها تكون اتغيرت. عاوزها تقعد معاي هي والعيال. نفسي اعيش اللي جاي وسط عيله يا عبد الحكيم.
مزيتها مش سهلة. ايوه اوعى تفتكر انها جاية عشان سواد عيونك. انا عارف اللي في دماغها. ايه هو؟ هقول لك، فلست بعد ما كلمتني وقلت لك على اللي دار بيني وبينها، قلت الطقس واسأل عليها، فعرفت انها خسرت كل فلوسها، حتى المحل اللي كانت بتبيع وتشتري فيه راح هو كمان. يعني مش جاي عشان بتحبك، جاي عشان مصلحتها. ايوه تبقى غلطان، انا لو منك ما قابلهاش. انا بقول يمكن لما تيجي وتقعدي معاي كلمه حلوه منها على كلمه حلوه مني نرجع اللي فات وجاهز تتغير. مفيش حاجه بتتغير، اللي فيه داق ما بيبطلوش. هحاول. حاول يمكن تجيب مجموعه وتنجح. سلام. اصب لك بقى كوبايه شاي. انما ايه؟ سكر خفيف. سكر خفيف حبيبي الغالي. وانا ليا غيرك. طيب استاذنكم انا، وان احتجتوا حاجه ابقى قول يا محروس. ايزاك وانا والله انا مش بهزر. يوه وانا يعني اللي بهزر؟ روحي نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوق هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مرة تقول لي الناس مش هماك، مرة تقول لي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطة كده ليه؟ انا حامل.